بالنسبة لي أنا نطبع يسر في التونسي، نحب التونسي، نحب نوصل التونسي كما هو. أنا وقت عديت في أرابود في روتانا ويعديو في مش تاع الكريتة، فهمت كيفاش؟ يعني يعديو في حاجات تونسية نغني فيها أنا. وين نجم التونسي بك أنت يخرج البرة هكا؟ إن شاء الله ديجا يعرفوا، أنا بديو يعرفوني البرة ملي مديت ما بالتي عملت لو لعبتي يا زهر. من بعد كي الميسيونات اللي عملتها عايشة كل شيء، جينا مع زوز مساروة، زوز مساروة توصل حتى ذيك في مصر تفرجوا فيها مساروة، بما أني أنا معاهم وقتها بديت اكتشف فيا مساروة وفي لعب. جاوك عروض من مصر؟ اي جاوني عروض من مصر، انا مش كنت لي كونترا. كيفاش؟ انا مش بتاع دي كونترا. تحب روحك فري بيان سور زازا. ولو يجيك عرض مغري ولو يجيك عرض مغري في مصر، شركه انتاج يقولوا لك زازا نعملوا لك كليبات، نعملوا لك تولي فنانه شعبيه من في مصر، عندك شعبيه كبيره. زعما انت تتوقع لي انا باش يغريني يقول لي باش تولي درشنيه في مصر ودرشنيه؟ نو، انا محليني في بلادي اول حاجه راضيه هوني. كي نشوف كي نخرج انا من الباب الناس الكل تعرفني زازا، وجيت تبوس وتجي تسال وتجي تحكي معايا. يعني طموحك مش مصر؟ لي كي باش نعمل حاجه راهي بالنسبه لي انا. مثلا عملت تجربه جديده وريت روحي في النقطه هذيك، ولو انت ما عملت تجربه راهي طولي خارجه مش توصيه. كيف عملت زيري عمل لتزيري كم مسلسل فيه؟ لا تحكي، نحكيش على الفيلم والدنيا، نحكي على الموزيكا. موزيكا هك تبربش مش عارف تمشي ومش عارف تسقي هكا مش هاي خدمتي انا ذاك شنو نعمل تسقيها. انا دخلت لها بالتليفون وندمت انا حاسر يا جماعه وذني هكا عامله. قلت لك انا باش نعمل حاجه باش نضيف الرصيدي. يعني كي نعمل في السوفت نعمل في مواضيع اجتماعيه باش تنضاف لي راسيدي. يعني شو تحب الغني؟ اني نسمعك الغني، شنو نجم نقول في الغني؟ اما راس دا التونسي فما فرق ما بين الناس، انا نسمعها مع عند العبيد، راهو فرق ما بين انك غني تونسي وحدك تعمل هكا وتقوم تسمع تونسي وتصفق لي هكا، ثم واحد يمسك الحريه نتاع التونسي، عرفتك اللي قال شعب العريسه سور اور سوجي، يقول لي انا شعب العريسه، قلت له العريسه عربي، انا العريسه العربي.